ورجعنا من الفاصل وحطينا الكيكه القرفه، الكيكه بالدقيق كامل والقرفه في الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. انا سايباها في الفرن وهنبدا في الطبق الثاني اللي احنا هنعمله. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله كمونيه. هحتاج صدور فراخ، هحتاج بصلايه مقطعه مكعبات، هحتاج طماطميتين، هحتاج ثوم، هحتاج بقدونس. هنجيب هنا النار، نفتح النار. بسم الله. تمام. هحتاج بس اول حاجه اني اقطع الفراخ. انا مش محتاجه امسكها بايدي ان شاء الله، يعني هطفي بس النار ثواني عشان ما تسخنش قوي، عشان هشوحها بزيت زيتون، فمش عايزه درجه الحراره تبقى عاليه. زيت الزيتون مستحملش درجه الحراره العاليه. نقطع الفراخ. بسم الله. انا طبعا بحب السكينه دي، بس السكينه دي هعمل حاجه بيها كمان شويه، فنخلي دي الفراخ بقى عشان انا والسكينه دي بين اصدقاء الحمد لله. ودي والله لطيفه برضه. نقطع كده مكعبات، انا بس عايزاها تبقى رفيعه شويه عشان تستوي بسرعه، عشان وقت الحلقه الفراخ لازم تستوي كويس جدا. طيب اقول لكم مقادير الكيكه اللي في الفرن وانا بقطع الفراخ كده عشان اللي عايز يكتب يكتب. احنا استخدمنا كوبايتين ونص دقيق قمح كامل، او لو عايزين تخلوها شوفان ماشي، لو عايزين تخلوها شعير ماشي. هنحتاج 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة، هنحتاج نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة بيكنج باودر، كيسين فانيليا او معلقة صغيرة فانيليا، وهنخلط البيض مع وكوباية سكر بني. يعني انت وفر ان شاء الله. يعني انا عارفه ان هو غالي شويه، بس يعني احنا مش هنستخدمه كتير، يعني او سكر فركتوز، سكر الفاكهه مش السكر اللي بيحتوي على ماده الاسبرتام. دي حاجه خلاص كده. دي بالنسبه لي هخلي بس الشوكه هنا على جنب، وهغسل ايدي عشان جه عليها فراخ، وهنخلط البيض بالفانيليا بالسكر الاول، وبعدين هننزل عليهم بالزيت واللبن ونضرب جامد، وبعدين هنحط على الدقيق المكونات الجافه بتاعتنا، ذره الملح، البيكنج باودر، القرفه، معلقه كبيره من القرفه، وبعدين هنقلبهم مع بعض كويس قوي، ونحطهم في قالب متبطن اي ماده دهنيه، وندخلهم الفرن على درجه حراره 180. انا هنا بس مستنيه تسخن طاسه، هنحط شويه زيت، معلقه صغننه، على طول هنزل بالبصل. بسم الله. ماشي. ايه يعني ما بحبش اسيب حاجه نعمه ربنا نتسال عليها. يلا هغسل ايدي. ويها مش عارفه هي شورتش عقلها لسه، يعني استنى بس ريحه البصل دي اشمها، وبعدين احط كان في مرة كنت قاعدة على الفيس كده، ففي جروب أنا مشتركة فيه، لقيت واحدة بتسأل بتقول أنا كل ما أجيب بصل بودرة بيرطب منها، بيجمد في بعضه ويمسك في بعضه. بيبقى عامل زي الحصوة ويمسك في بعضه، وبتضطر ترميه، ما تعرفش تستنفع بيه. احسن حاجه اقول لكم على حركه في المطاعم الكبيره وفي الفنادق وكده، لو فتحتوا اي ملاحه
هتبص وتلاقي من تحت شويه رز صغننين خالص. الرز دول هما بيحطوهم عشان يمتصوا الرطوبه، والناس لما تيجي تستخدم الملح ما يكورش ويرطب وما ينزلش من الملاح او الفلفل الاسود. نفس الحكايه هنعملها مع البصل والثوم البودره والجنزبيل، لان هما من الحاجات اللي برضو بترطب قوي. انا كده هنزل بالثوم، فصين ثوم، هغسل ايدي، احسن حاجه بقى لو بنحب ما بنحبش ان ريحه ايدينا تبقى ثوم او بصل او اي حاجه، ندعك ايدينا بشويه ريحان جنبنا كده، وما اكثر الريحان في مصر يعني. هنزل على طول بالفراخ. بسم الله. انا مش محتاجه احمر، انا محتاجه اشم ريحه البصل والثوم. ريحه الكيكه طلعت جميله. انا هحط بس رشه فلفل اسود او فلفل ابيض. الفلفل الاسود او الفلفل الابيض هو طبعا الاسماك يفضل ان يتحط عليها فلفل ابيض، بس في ناس ما بتحبش نكهه الفلفل الابيض، فدي حاجه اختياريه. عايزه بس اقول لكم على حاجه، عشان في ناس كتير قوي طلبت مني اني ارجع اتكلم تاني، بيقولوا لي انت بقيتي تسكتي كتير، ارجعي اتكلمي تاني معانا عن التفاؤل وعن ازاي نفكر بايجابيه وازاي نغير من حياتنا وما نزعلش وكده. بصوا انا في قصه بحبها قوي، يعني في مقوله للدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه كان دايما يقولها وكنت بحبها ومؤمنه بيها قوي. كان دايما يقول ان العسر في يسر واليسر في عسر. معنى ان العسر في يسر ازاي؟ العسر ده الفتره اللي احنا فيها ضيق او فيها ابتلاء او فيها كرب، الانسان بيبقى قريب من ربنا قوي وبيحاول يقرب من ربنا قوي عشان يخرج من الكرب ده، فده يسر، قربه من ربنا ده يسر. وان اليسر فيها عسر ازاي؟ ان الانسان ربنا بيديله حاجات كتير، يعني هو دلوقتي فتره رخاء وفتره هو مرتاح فيها ومبسوط فيها وكده، بس ده يسر، بس هو في عسر برضو عشان هو في الفتره دي بعد عن ربنا. هي احنا بنمر بفترات، في فترات بتكون سيئه شويه، بس ربنا بيبقى ليه حكمه ان هو يعلمنا منها. واهم حاجه بقى بالنسبه للتفاؤل، انا هحط الطماطم دلوقتي ونتكلم على التفاؤل. اهم حاجه بالنسبه للتفاؤل ما تفكروش في دلوقتي، فكروا في كام موقف وكام حاجه كنتوا معتقدين انكم عمركم ما هتخلصوا منها، وفجاه مرت وعدت بسهوله وببساطه وبيسر وحالكم اتغير والدنيا اختلفت تماما. انا هبص على الكيكه بس عشان الوقت. تمام، هنطلع الكيكه. ريحه القرفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله جميله جدا. انا دلوقتي عايزه بس املح الفراخ واغطيها. عايزه اقول لكم على حاجه، من حكمه ربنا علينا ان هو خلالنا كل حاجه في الدنيا متغيره، مواسم متغيره، ليل ونهار في يوم واحد كل حاجه بتتغير، ليل نهار فجأة في اختلاف في الحياة. فمن حكمة ربنا برضو ان دايما دوام الحال من المحال، او حطينا دي في دماغنا ان مفيش حال هيستمر هنرتاح قوي وهتفرق. لو احنا في ضيق وعلى قد ما هنفكر بإيجابية ونفكر ان احنا ان شاء الله هنبقى في حال احسن، على قد ما هنجيلنا بسرعة، لان ونحلم بكده، لان الحلم ده مرحله حمل الفكره،
يعني حروف كلمة الحلم هي هي نفس حروف كلمة الحمل. فالحلم ده هو نفس هو مرحلة حمل الفكرة الإيجابية لينا، فإحنا لازم دايما يبقى شايلين جوانا فكرة إيجابية. أنا هحط هنا معلقة كبيرة من الكمون، وهقلب ريحة الكمون. ما شاء الله يا سليم. ما شاء الله. أنا هغطي وهنقلب الكيكة، بس ايه سخنة جدا. بسم الله. يلا مع بعض، واحد اتنين تلاتة. ثواني بقى هنخبط. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. طيب دلوقتي عندنا حاجة من حاجتين، يا إما هنقسمها من نص، بس هي سخنة جدا ويعني إيه أنا خايفة أخاطر الصراحة. بلاش صح، أنا هسمع الكلام بلاش. ممكن بقى أحط شوية كريم شانتيه هنا. الكريم يعني ايه لو سخنة هتتفرفت مني. هي اصلا الموضة اللي طالعة الايام دي ان الكيكس تبقى خلاص يعني تبقى بالشكل ده، ما تبقاش متغطية بقى كريمة ومش عارفة ايه، لا هم اخرها بيحطوا شوية كريمة كده من فوق وخلاص. هحط شوية بس فراولة، جايبه فاكهه بقى وحركات بقى وكيوي ومش عارفه ايه بقى. حط كده ابسط حاجه عندنا، يعني ايه مش محتاجين نحط حاجات مكلفه وغاليه. شويه فراوله صغننين مش هيكلفوني حاجه ان شاء الله يعني، وهتبقى حاجه جميله ولطيفه للولاد. احط نحط الكيوي هنا بقى، وهغرف الفراخ. خليني اظبط دي بعدين. الكمونية دي وصفة مصرية معروفة، يعني اكلة معروفة قوي. الفراخ بيبقى اللي مسمينها كده طبعا عشان هي كلها كمون، يعني بتحط فيها كمون كتير. انا هشطف ايدي وهنرش اخر حاجه رشه البقدونس على الفراخ ونغرفها. طبعا الكريمه ساحت مني لان انا سايباها بره الثلاجه فتره، فالكريمه من الفريزر تشتغلوا من الثلاجه تشتغلوا بيها على طول، والكيكه سخنه فسيحتها طبعا للاسف. هحط رشه البقدونس هنا ونبتدي نغرف. اهم حاجة ان الكيكة تبرد، يعني اللي انا عملته ده اكبر غلط، بس عشان وقت الحلقة الكيكة تبرد خالص. وطبعا الكريمة دي كريمة نباتية عشان نقلل السعرات الحرارية في الكريمة، يا اما نستخدم نحط عليها مية ساقعة، يا اما كوباية لبن خالي الدسم، ونجيب النوع الاقل دهون، الكريمة الاقل دهون. انا هحط هنا الكمونية وهنمسح الطبق. وبس نوزع الدنيا دي كده، واشوفكم في حلقة تانية على خير يا رب. ولو عايزين اي حاجة هتعرفوا توصلوا لي على الفيسبوك وبرد عليكم على طول. اهم حاجة عندي هي كلامكم واسئلتكم، وانا معاكم في اي وقت. سلام.